يسعد صباحكم واهلا بكم حلقه جديده من صباح الشرقيه، يوم جديد وامل يتجدد وبدايه يومكم يا رب تكون مليانه بالخير والبركه. حلقه جديده منوعه بها الكثير من الفقرات اللي تخص كل بيت عراقي، خلينا نبداها باهم العناوين. فرحة ملابس العيد من أجمل ذكريات أيام الطفولة، وبخصوص هذا الموضوع حبينا أن نسألكم مشاهدينا، لملابس العيد ذكريات مميزة وخاصة في فترة الطفولة، فهل تعيد الصور ذكرياتك معها؟ وما أجمل قصة عشتها؟ هذا هو استطلاع حلقتنا لليوم. الإجراءات اللازمة للاهتمام بالأسنان والابتسامة الجميلة قبل العيد، هذا ما راح نتعرف عليه من ضيفنا طبيب الأسنان أحمد أبو الفول. محال إعداد الكليتشة العراقية بأنواعها المختلفة تشهد إقبالاً واسعاً قبيل العيد من محافظة دهوك. وصفة سريعة وشهية لإعداد كعك العيد على طريقة الشيف ديما أصلاً مباشرة من تركيا. وفي أخبارنا المنوعة لليوم، دراسة أمريكية صحية تبحث حول تأثير ملح الطعام الزائد في الأطباق الرمضانية، وتناول شراب تمر الهندي في رمضان يساعد على معالجة الأسنان ومحاربة الشيخوخة والتجاعيد. أما باقي التفاصيل فرح نتعرف عليها بحلقتنا لليوم. أما هاشتاغنا لليوم، شنو هي ذكرياتك مع فرحة ملابس العيد أيام الطفولة؟ تقدرون تشاركونا آراءكم وتعليقاتكم عبر الكيو آر كود يظهر أسفل الشاشة، حياخذكم مباشرة لصفحتنا عبر الانستغرام وتقدرون تشاركونا كل آراءكم. طبعا من أدنى لم يكن يخطط لما سيفعله ويلبسه بيوم العيد أيام الطفولة، هذا اليوم اللي كنا ننتظره بكل شغف وفرح، وبمجرد ما نسمع العيد قرب سنحضر الملابس ونرتبها ونتخيل شلون راح يكون مظهرنا بها. وحتى احيانا كانت العائله من الممكن انه تروح للمصور وتاخذ بعض الصور وتخلق ذكريات جميله مع هذه الملابس الجديده. ومن هذا المنطلق حبينا نسالكم مشاهدينا، لملابس العيد ذكريات مميزه وخاصه في فتره الطفوله، فهل تعيد الصور ذكرياتك معها؟ وما اجمل قصه عشتها؟ خلونا نتابع الاستطلاع التالي مع حنين من بغداد. يسعد لي صباحكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم وكل عام وانتم بالف خير بمناسبه عيد الفطر السعيد. كليتنا من كنا صغار نحب ملابس العيد اكيد، وعندنا ذكريات جميله جدا ونشعر بالحماس اذا حسينا ثاني يوم العيد وراح نلبس الملابس الجميله وراح نتونس وراح نلعب ويا اصدقائنا وقرايبنا اكيد. فخلي اليوم نسال الناس، ما هي الملابس اللي تتذكرها من انت وصغير وعندك وياها ذكريات؟ وهل اكو ذكريات طريفه بخصوص ملابس العيد او لا؟ فخليكم ويانا. صراحه يعني اتذكر ملابس العيد البلوز والبنطرون. كان هاي الابرز يعني بالعيد. ويعني مش كنا احنا صغار انه يشترون الاهل الملابس. نظمها جوا راسنا اي حتى من الصباح نلقاها نلبسها ونطلع زين، وشان اكيد الوالده هي يعني تشتري اكثر لان هي مهتمه بالامور البيت. هل صار وياك مثلا فد موقف مثلا طلعت للشارع لقيت واحد من اصدقائك لابس مثل ملابسك مثل بلوزك او مثلا واحد من قرايبك، وشنو كانت رده فعلك؟ طفل لو انت يعني لا من انت وطفل يعني لا هي ما صارت بس يعني مرات تصير يعني بغير امور يعني بس وياي ما صارت. مرحبا شو صحة؟ مرحبا حبيبي تمام انت شلونك؟ كل عام وانت بألف خير وينعاد عليك وعلى الاهل بالصحة والسلامة. انت حياتي. احنا اليوم نسأل الناس، اكيد اكو فد ملابس عيد انت تتذكريها موجودة بدماغك وراسخة لحد هذه اللحظة وما تنسيها. فاحكي لنا شنو هذه اللبسة اللي ما تنسيها؟ انا كنت صغيرة اتذكر امي جابت لي يعني نفنون. واوفر تمام تمام
وطلعت بدي العب ويا صديقتي ولقيتها لابسه نفس اللي انا امي اشتريت لي اياه. تمام؟ لان ضجتي الاوفر؟ لا طبعا غرت لان لابسه نفس ملابسي. وانا قبل شوي كشاف قال لي كلش فرحت، قلت له لا احنا البنات نظر. غار عافيه نغار، احنا مشكلتنا نغار. انا غرت من شفت لابسه نفس ملابسي، رحت قلت لام يا شنو لابسه نفس ملابسي؟ اي فشنو امي قالت لي عادي واذا لابسه نفس ملابسي شنو يعني؟ مرحبا، كل عام وانت بخير. الف خير حبيبي، ينعاد عليكم بالصحه والسلامه. يمين قلبي وينعاد عن جميع يا ربي. احنا اليوم بدنا نسال الناس، هل اكو لبس مال عيد تتذكريه من انت وصغيره وكانت لك بيه ذكريات، لبس ما تنسي نهائيا؟ انا كنت صغيره انه احب الفساتين اللي هي اسوي لي اياها، كانت هي ماما تسويها، هي تسوي لي اياها، يعني كلش احبها. ومن يجي العيد انه اقعد الصبح على مود شنو بس البسها واطلع. هاي من أنا هاي طفولتي شفتها ويا أمي بس. زين من تلبسيها وتطلعين وين تروحين؟ تروحين ويا الأطفال مال المنطقة ولا صديقاتك ولا؟ لا يعني ماما كانت تخاف علينا، فقلت لك ما شفت طفولة الأيام العيد ولا هاي. وين تطلعين؟ بالبيت. أنا عندي فستان ضامته من كنت صغيرة، يعني ذكرى بقي من أمي جابت لي إياه. كانت دائما أمي من كنت صغيرة تصورني هواية، تجيب لي مثلا بدلات صغار تصورني بحديقة وهذيك الأشياء. دائما وانا عندي فستان ضمته بقيته ذكرى. شلون صاير لونه؟ هو قزقزح الوان. من ماما تشتري لك ملابس العيد؟ هي ماما تشتري لك ملابس العيد. من ماما تشتري لك ملابس العيد، انت تفرضين عليها الملابس اللي تريدين تاخذيها من كنت صغيره ولا هي تاخذ لك على ذوقها؟ لا الله شاهد، هي تاخذ على ذوقها ملابسنا. كلنا كنا يعني انا وخواتي هي تاخذ لنا على ذوقها. بس هسه بجيل هذا الوقت لا، على ذوقه، ماكو على ذوق الماما بعد. مرحبا، شلون صحتك؟ وسهلا، الله يرعاكم. طبعا عيد سعيد وكل عام وانتم بالف خير وصحه وسلامه وعافيه ينعاد عليك وعلى الاهل. على الجميع ان شاء الله، الله يحفظكم. عمو شنو حاب تعايد الناس بالعيد، تعايد اهلك بالعيد؟ اهنئ الشعب العراقي كافه وخاصه اهلي في النجف الاشرف وجميع الاصدقاء والاخوان وفي العاصمه الحبيبه بغداد. أن يكون يمر عليهم العيد بأمن وسلامة ويحفظ العراق. إحنا اليوم بدنا نسأل الناس، أكيد كلياتنا نحب ملابس العيد وأكيد يعني من كبرنا قمنا نشتري ملابس الأطفال، فهل إنه أنت من تشتري ملابس الأطفال تتذكر بطفولتك شلون كان الوالد والوالدة يشتروا لك ملابس؟ طبعاً أنا والدة محروم من عندها، بس الوالد كان يجيب لي ملابس مال الأطفال، فكل عبالي إنه من يجيب لي ملابس فأنا دني شيء أحبن. فاليوم احنا عندنا خواتي كثيره، فجاب لي ملابس مع بنات، فقلت له اني مو لي ملابس مع بنات، فرجعتهم، فراح والدي رجع لي الملابس وجاب لي ملابس مره ثانيه، هاي اللي اتذكرها. شكرا لك حنين، وشكرا لكل الاشخاص اللي شاركوا باستطلاع حلقتنا لليوم. مثل ما شفنا مجرد ما يتذكرون هذه الذكريات الحلوه اللي تجمعهم باهاليهم وبالاشياء اللي يشتروها بالملابس اللي يشتروها، راسا ترتسم البسمه على وجوههم، فيا ربي يديم الفرحه والسعاده على كل شعبنا. طبعا نرجع اذكركم مشاهدينا بسؤال حلقتنا التفاعلي اللي هو ما ذكرياتك مع فرحه ملابس العيد ايام الطفوله؟ بعدني منتظره تعليقاتكم على الكيو ار كود يظهر اسفل الشاشه، راح ياخذكم مباشره لصفحتنا عبر الانستغرام وتقدرون تشاركونا ارائكم. طبعا بمجرد انه من ما يبدا العد التنازلي للعيد تتحضر ربات البيوت بترتيب المنزل وتنظيفه وتجهيز كافه المستلزمات لاستقبال الضيوف والاحتفال بالعيد. ومن اهم الماكولات اللي نصنعها في العيد هي الحلويات مثل الكليتشه والمعمول والكعك، واليوم راح نتعرف على وصفه جديده لحلوى اسمها كعك الكومبا على طريقه الشيف ديما اصلا مباشره من تركيا. يسعد صباحك ديما واهلا بيك بصباحنا، وكل عام وانت بخير مقدما. وكل عام وانتم بالف خير، ويا هركز جونايد لار ان شاء الله يا رب ينعاد على الجميع بالصحه والسلامه. امين يا رب. خلينا نحكي على وصفتنا لليوم ديما.
هلا وصفتنا لليوم مثل ما بتعرفي كل بلد خلينا نقول او كل دوله او كل مدينه بتتميز بالمعمول اللي يقدموه للعيد اللي هو الكليتشه من العراقي الكليتشه صح صحيح الكليتشه فانا اليوم حبيت اقدم لكم اياها على طريقه مدينتي هاتاي بتتميز ببهاراتها لانه وهيك منه يتعرف عليها الجمهور خلينا نشوف المكونات هلا اول شيء بدي احكي عنه البهارات هي مثل ما قلت لك بتتميز بنكهه البهارات اللي هو عباره عن خليط من عودين من القرفه بدنا 8 حبات من الكبابه مع كمان 8 عواد من القرنفل ووحده جوز الطيب هيك حجم صغير حلو مع قطعه زنجبيل كمان هالقد بكفي او اقل شوي عادي والمحلب انا ما عندي اياه مطحون فضفته تقريبا فينا نقول براس ملعقة الطعام يعني نعم. شوي عشان المحلب طعمه قوي هلا هدول طبعا انا خلطتهم رح ناخذ منهم ملعقتين طعام بعد ما نخلطهم ديما كانه هاي الوصفه غريبه لانه تحتوي على البهارات وهي حلا هي حلا ومتميزه ببهاراتها وحتى لما تنخبز الريحه اللي تفوح منها يعني ما اقدر اوصف ان شاء الله بالايام ان شاء الله بالايام الجايه يخترعوا لنا فد الزر انه ننقل الريحه لمشاهدينا ان شاء الله بلكي هيك نوصلها رح نضيف عليهم طبعا 250 جرام زبده نحن ما بنستعمل فيها السمن ابدا بنستعمل فيها الزبده 250 جرام مع نص كاسه زيت نباتي اوكي بدي اضيف عليهم 3 ارباع الكاسه حليب بكفي يعني نشيل من الكاسه اذا كان عندنا الكوب المعياري هيك الربع اوكي حلو تمام مع كاسه سكر وكمان هيك السكر كثير حلاها اوكي يعني اللي بحبوها احلى فينهم يضيفوا طبعا بس على هي العيارات رح ياخذوا عيار كثير مزبوط بيضيف عليها ملعقه بيكنج باودر طبعا زمان كانوا يخلوا خميره ويخلوها يوم كامل ترتاح العجينه وبعدين يشتغلوا فيها ثاني يوم بس هلا نحن حبسنا فيها صرنا نضيف البيكنج باودر ففورا نشتغل فيها ما عاد بدها ابدا انه نستنى مع نص ملعقه طعم فانيليا والفانيليا كمان اختياري يعني صرنا من جديد كمان نضيفه شوي نطفي نكهه البهارات مع الفانيليا ايوه ممكن شوي بس البهارات ممكن البعض يحس انه ممكن بهارات قويه انه كيف هاي الخلطه كلها مع بعضها بس سبحان الله يعني ما بتحسي بقوه البهارات لما تندمج وتصير مع العجينه بالعكس يعني بصير الواحد بيشتاق لهي الريحه تبعت الكومبا والطعم المميز لها حلو هلا بعد ما خلطنا هاي المواد كلها بدنا نحتاج تقريبا ل 6 كاسات طحين طبعا انا كل الكاسات اللي اشتغلت فيها قياسه واحد وهي كثير بحب نبه عليها لما نحن بدنا نعمل وصفه نفس الكاسه ما نغيرها ابدا يعني مو شيء كبيره وشيء صغيره ما بتزبط معنا حلو على مدى القياسات تطلع راسا يعني ضابطه طبعا ايه ضابطه رح ضيف هون تقريبا 6 كاسات طحين طبعا نحن عم نضيف الطحين بالتدريج لانه ممكن تعرفي احيانا حسب نوع الطحين ياخذ معنا اقل او اكثر عشان هيك ما فينا نعطي دائما عيار ثابت للطحين. حلو. ديما بما تخلطين عندنا سؤال حلقتنا التفاعلي، احنا اليوم بما انه ذكريات العيد معظم العراقيين مجرد ما يشترون الملابس بالاخص الاطفال يحطون الملابس عندهم على الفرشه وينامون جنبها. هل انت من تشاركينا هذه العادات والتقاليد بخصوص ملابس العيد؟ طبعا انا كنت من يومين عم بقول له لابني عم بقول له سبحان الله الزمن شلون تغير انه كنا نحن عن جد من فرحتنا بثياب العيد نضل حاطينهم جنبنا واصلا يعني كلياتنا يمكن بنتذكر انه يوم الوقفه ابدا ما بننام انه بس نسمع صلاه العيد التكبيرات عشان نلبس وننزل على الالعاب صحيح معناها احنا كلنا نشارك نفس الذكريات كلياتنا انا حتى بتذكر يعني بعض القطع اللي كانت عندي بعمر مثلا 7 سنين 8 سنين ابدا ما بتروح من بالي حلو. الفساتين والوانها حلو فعن جد سبحان الله بتضل الاطفال نكهه العيد غير يعني صحيح بالاشياء اللي بياخذوها ونحن بقى الشغل علينا نعمل الحلويات والتحضيرات هسه بدورنا احنا نسوي الحلويات والتحضيرات ونخلق اجواء العيد طبعا اخذنا نحن ادوار امهاتنا الله يخلينا اياهم يا رب حلوه بس اجواء العيد الله يا رب هيك يديم الفرح على جميع البلدان يا رب امين يا رب هلا طبعا بدها تقريبا هي معنا عجن شي 5 دقائق فنحن عشان ما ياخذ معنا الوقت انا عجنه هون وحده جهزتها فرجيكم بس ديما ضروري نعجنها بايدينا
ولا عادي نقدر نستخدم جهاز كهربائي؟ لا طبعا نقدر اكيد جهاز كهربائي، بس انا حبيت كمان سهل الموضوع كونه في كثير ربات بيوت مثلا ما عندهم العجانه. صحيح. فمجرد ما في خمس دقائق هي بتلم كلها على بعضها بايدنا. وبدي فرجيكي انه القوام عنا هيك لازم يكون، شوفوا كيف طريه كثير العجينه معنا. حلو. تمام. وهذا لون العجينه بيكون معنا هيك بتكون حلوه يا حتى لونه مميز. هلا بقى بدنا نبلش ناخذ كرات. بالنسبه للحشوات طبعا بالاول نحن نحاول نقطعها هيك كرات كلها نجهزها. والحشوات عنا اذا بنحب فينا نضيف للجوز شويه قرفه وسكر بودره. اوكي. بس ما بده اي اضافه ثانيه. وفينا كمان عنا عجوه التمر. عجوه التمر حلو. تمام. وفينا نحن بالاغلب يعني بهالطايب بنعملها ساده. يعني وكمان حتى هي مو طعمة البهارات هذا الخليط اللي فيها المميز، حتى وهي سادة بدون إضافة أي حشوة تلاقيها لذيذة ومميزة. يعني من الممكن أنه نقسم الحشوة نصين أنه ونسوي جزء مالح، لأنه أحس النكهة تساعد على أنه تنوكل هذه الحلوة بطريقة مالحة. يعني هلا اذا بدك تاكل بطريقه مالحه ممكن ما نضيف سكر من البدايه. من البدايه سكر كثير قليل طبعا. لانه هي لا حلاها واضح فما رح تزبط معنا. ما رح تزبط. هلا اول شيء هلا نحن في كمان انواع من اهل ماما بيعملوها بيقولوا لها الكعك المالح، يعني بيساووا على العيد. اي نعم. وبيساووه بزيت الزيتون فبيكون كثير طيب، يعني الطعم مالح ومثل الكعك تماما بس نكهة بزيت الزيتون وحبه البركه. حلو. كمان ان شاء الله شي يوم بنساويه ان شاء الله. هلا طبعا مثل كانه عم ناخذ هيك قرص الكبه نفتح فيها نخلي الحشوه بقلبها نسكرها. وعندنا كمان للكومبا يعني في تكنيك مستحيل نتخلى عنه وهو السمسم. أوكي. تمام. السمسم نضيفه هيك بعدين فورا نشكل ونستخدم القوالب. اي نعم. اي نستخدم القوالب. نحن بنضل نستخدم هاي القوالب الخشبيه القديمه بنحس انه بتذكرنا بالتراث القديم يعني. حلوه هاي. هذا الشكل. هاي الحلوه كل تمام. النساء يقدرون يسووها بليله العيد. ليلة العيد طبعا لانه كلها على بعضها ما بتاخذ معنا ساعه زمن، مثل ما قلنا ما بدها تخمير ما بدها اي شيء. هلا الثانيه عندنا رح نحشيها بالجوز. وطبعا بالنسبه للفرن بدنا نكون مشغلينه على درجه حراره 180، الفرن مشغل من الجهتين بتاخذ عنا وقت خبز تقريبا 25 دقيقه طبعا مع مراقبه الفرن. حلو، يعني معناها لو الست البيت تقدر تسويها بساعتين وتقدر تسوي كميه مناسبه اقلها من ساعتين. يعني ايه ساعه يعني احنا الفرن عندنا 25 دقيقه تحضير تقريبا العجينه 10 دقائق الشغل فيها ما بياكل كمان ربع ساعه. حلو. فساعه زمن انا اعطيتها وقت. طبعا مثل ما قلنا الفرن بده يكون مشغل على هي درجه الحراره. ما عملنا واحده ساده بس عملنا واحده ساده. قديش عندنا لسه؟ عندنا وقت عندنا دقيقتين ديما. اوكي. وانا مثل ما قلت لكم اللي يحب يجربها بهيك انه تكون ساده كمان كلش عادي. في ناس ممكن ما بدها تخلي حشوات او مو متوفر عندها. مجرد انه يجربوا عن جد نكهه الكومبا. ونحن عندنا قد ما هي مشهوره بهطاي حتى اي مطعم هطاي صفر صفر بتلاقوه موجوده فيها. حلو. لازم تتقدم مع الشاي. يعني هي من التراث عندنا ومن ثقافتنا اللي ما تغيرت ابدا. دائما اصلا المعمول بكل مدينه او بكل بيت له ثقافته ما بتتغير، يعني بتلاقي اصلا بهجه العيد فيه. يعني مستحيل الواحد قد ما تطورت الوصفات وقد ما صار انه يغير فيه. صحيح. يعني خلص بس يشم هذا ريحه الكليتشه او المعمول اللي نحن عم نسويه او الكومبا فانت بتحسي انه خلص اقبل العيد. يعني صحيح. هاي من العادات والتقاليد انه قبل شراء الملابس قبل نثر الملابس حتى على الفرشه لازم طبعاً. احنا نشم ريحه الكعك او المعمول او حتى الكليتشه بالبيت. ريحه الهيل مجرد ما تطلع من الحلويات خلص صار عيد. طبعا مزبوط هلا هيك خلصنا. طبعا السمسم بدي نوه انه ما يكون محمص. أه. انه بده يكون الشيء يعني بالعربي مو محمص. مو محمص. تمام. هلا بعد ما ندخلها الفرن طبعا بدنا قلت لي 25 دقيقه تقريبا وبعدين بدنا نطلعها. خلينا نشوف. بس تطلع ما بتتقدم فورا بتعرفي لانه زبده وعجين فبدها لتبرد. بس تبرد تطلع عنا بهذا الشكل. خلينا نشوف بس الطبق. قامين على الكاميرا.
شكلها جميل ويشهي وسهلة وبسيطة. كل سهلة وبسيطة. أفرجيكم كمان من جوا شلون. هي طبعاً بقلبة جوز. حلو. وهون عنا اللي بقلبة التمر. شوفي كيف تكون هيك فارطة فرط يعني تدوب بالتم. عاشت إيدك ديما. شكلها يشهي. إن شاء الله يا ربي. ان شاء الله يجربوها ويحبوها وكل عام وانتم بالف خير والشعب العراقي يا ربي على طول بخير واراكم بعد العيد بقى ان شاء الله نعيد بقى ان شاء الله كل عام وانت بخير ديما وعاشت ايدك على هذا الطبق خير. شكرا لك طبعا هذه واحده من الاطباق اللي احنا نقدر نسويها قبل ليله العيد سهلة وسريعة وما تاخذ وقت ويانا. من هذه المواضيع جاء اذكركم مشاهدينا بسؤال حلقتنا التفاعلي لليوم اللي هو ما ذكرياتك مع فرحة ملابس العيد ايام الطفولة؟ طبعا وصلتنا هواي تعليقات. نبأ كاتبة كنت اقعد الساعة 5 الفجر ابدل واظل بالباب لحد ما يقعدون اهلي لحد ما ينطوني عيدي على مود راسا اروح اصرفها. ايضا بعض التعليقات وصلتنا من طيبة احضر ملابسي واخلي بايدي حنة واحاول ما البس الملابس قبل بيوم والبسها بس بصبح العيد، ومو بس ملابس العيد اللي احنا نروح نزور بها الناس، لا عندنا ملابس خاصه ايضا بالبيت للعيد. ايضا وفاء كاتبه انه انا اروح ويا ابويا من كنت صغيره ودائما هو يشتري لي الملابس اللي احبها واللي اريدها، وهذا الشيء من العادات والتقاليد ودائما احاول اسويه مع اطفالي. من هذه المواضيع مشاهدينا نروح لفقرتنا المنوعه لليوم. صحيح ان المكسرات والمقالي والاطباق المالحه من ابرز الماكولات اللي يفضل تناولها الصائم بعد وجبه الافطار، ولكن الاكثار منها قد يضر بصحته. هذا اخر ما توصلت اليه دراسه طبيه حديثه اجريت في مركز ابحاث السمنه بجامعه تولين في مدينه نيو اورلانز الامريكيه. إذ أكد فريق الأطباء الباحثين أن ملح الطعام الزائد في وجبات الطعام يؤثر بشكل سلبي على صحة الجسد، وأشارت إلى أن إضافة كميات كبيرة من الملح إلى الأطعمة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك من بعد أنه حلل الباحثون بيانات أكثر من 465 ألف شخص متوسط أعمارهم بيروح إلى 56 عاماً. لم يكن لديهم أي أمراض كلى عندما قاموا بالتسجيل في قاعدة البيانات الصحية، وتم تتبع صحة المشاركين ونمط حياتهم من عام 2006 إلى عام 2023، وظهرت النتائج إلى أن أكثر من 22 ألف شخص تعرضوا لأمراض الكلى خلال فترة الدراسة ناتجة عن الإكثار من تناول ملح الطعام. وأشار الباحثون إلى أن هناك العديد من المشكلات الفسيولوجية التي تربط تناول الكميات الكبيرة من الملح، ومن الممكن أنه تؤدي إلى ضعف في وظائف الكلى، بما في ذلك من التغيرات الهرمونية وزيادة الإجهاد للجسم وصحة الإنسان بشكل عام. فحاولوا مشاهدينا أنه بعد رمضان في حال حبيتوا أنه تسوون شوية تنظيف لجسمكم تبتعدون عن الأكلات المالحة والمضرة بجسدكم. ايضا في خبرنا المنوع الثاني هناك مشروبات طبيعيه مقترنه مع شهر رمضان غالبا ما نتناولها في المطاعم والعزائم ولا ندرك مدى فوائدها واهميتها، ومن اهمها عصير تمر الهندي. وقد اثبتت الدراسات ان شراب التمر الهندي يعتبر احد الملينات الطبيعيه نظرا لمحتواه العالي نسبيا من الالياف الغذائيه، كما اكدت الدراسات الطبيه انه له قدره محتمله على خفض ضغط الدم والكوليسترول المرتفعين وايضا الحمايه من فقر الدم اثناء فتره الصيام، وذلك بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم الذي يساعد على السيطره على ضغط الدم، وايضا احتوائه على فيتامين سي الذي يساعد على محاربه الامراض المتعلقه بالقلب، عوضا عن ذلك بنسبه كبيره جدا من الحديد، وايضا من الممكن انه تساعد على انتاج كميات كبيره من الحديد كافيه انه تساعده على التخلص من فقر الدم وايضا انتاج خلايا الدم الحمراء، كما ان بذوره تحتوي على خاصيه مضاده للالتهابات وتخفيف من الام المفاصل خصيصا عند النساء اللي من ممكن انه يعانون من التهاب المفاصل، كما يمكن لبذوره ان تعالج العديد من المشكلات المتعلقه بالاسنان واثر النيكوتين. وعصير بذور تمر الهند هو علاج طبيعي لعسر الهضم وزياده انتاج الصفراء، وأثبتت الدراسة أنه يعزز من مرونة الجلد ويوفر الترطيب والنعومة الكافية للبشرة كونه يحتوي على حمض الهايرونيك الذي يساعد في ترطيب البشرة وتنعيم الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
هذا في حال انتم لحد الان ما شربتوا عصير تمر الهند، روحوا اخذوا الفرصه وحضروا قبل الفطور. نرجع نذكركم مشاهدينا بسؤال حلقتنا، تفاعلي ذكرياتك مع فرحة ملابس العيد أيام الطفولة. طبعا علاء كاتب أهم شيء جنطة والنظارات وأهم شيء أخذ العيدية قبل كل أحد. يعني بالنهاية إحنا هذه الذكريات من الممكن إنه إحنا بس نتذكرها ولازم نعيدها لأطفالنا. معظم الأطفال حاليا يمكن ما يقتنعوا بالعيدية، يمكن ما يقتنعوا بالهدايا، ولكن إحنا دورنا كأهل إنه نخلق لهم أجواء الفرح وأجواء السعادة والأجواء اللي كنا عايشينها في ذكرياتنا وبصورنا. إنه من الممكن إنه نأخذهم يصورون بملابس العيد، أو حتى من الممكن إنه إحنا نصورهم، إن نختار لهم أماكن معينة نصورهم ونخلق هذه السعادة. نروح تقريرنا لليوم. قبل يوم أو يومين من حلول العيد تبدأ طقوس أعداد الكليتشة في البيت العراقي كنوع من أنواع التقاليد والعادات للاحتفال باستقبال العيد وبمشاركة كل أفراد الأسرة. وفي محافظة دهوك بالأخص هناك مشغل صغير ديرة سيدات يعملن على صناعة الكليتشة، وتزداد الطلبات على منتجاتهم قبيل العيد كونها مصنوعة من الجوز والمشمش والسمسم. فخلونا نتعرف عليهم وعلى طريقتهم بإعداد هذه الكليتشة عبر التقرير التالي من دهوك. الكليتشة هي حلو العراقي، من يعني الحلو متميز. فتحضيرات الكليتشة همينة من تجي رمضان نبدأ بالتحضيرات الكليتشة. فعندنا حشوات متعددة، والطحين ده نستعمله الطحين العراقي العراقي صفر. أكل كليتشة مال سكر هم ده نعملها، مال دايدة نعملها. فعندنا الطحين همينة متعددة الأنواع، فنعمل حسب الطلبيات الزبون، يعني أي طلب دا يطلبون نحن نعملهم. هسا عندنا كليتشة أنواع الحشو، فعندنا الجوس وعندنا الجوز النرجيلة وعندنا تمر الفستق واللوز حب الخضرة همينة عندنا أكيد. فحسب الطلبيات ده نعمل الكليتشة. أكو ربط بين كليتشة ورمضان، مرات يعني واحد ينراد له بالبيت أكو فت أكلة جاهزة، الكليتشة تعتبر الأكل والحلو همينة. فمرات واحد يعني يقوم يصحي من النوم تعبان ما يقدر يأكل كل شيء، تأكل فت كليتشة تمر مع شوية لبن يعني تنشبع. مراحل تحضير الكليتشة، نجيب الطحين نخلي بداخل العجانة، بعدين نحضر إذا دهن الزبدة نخلي على النار نموعه، بعدين نخلي داخل العجانة نعجنه، لما يخلص نمل يعني نلملم العجينة نخلي على المس. إذا ردنا كليتشة جوز نسوي كليتشة جوز وكليتشة التمر وكليتشة الخفيفي يعني بلا حشو وكليتشة جوز الهند. أكثر الكليتشة اللي يمشي عندنا أهل دهوق يعجبهم كليتشة الجوز، كثير يعجبهم. بس أثناء لما ينفتح المدرسة كليتشة التمر كثير يودوها على مدى أطفالهم. أكثر الناس اللي يريدون يشترون منا هم صاحب الوظيفة، لأن ما عندهم هالمجال يعملون، يعني صاحب وظيفة ما يقدر يسوون كليتشة ويجون يعني يداومون ويجون يسوون كليتشة، أكثرهم صاحب الدوام عندنا ياخذون. إحنا نعملها إذا أكو كهرب بالفرن كليتشة تطلع درجة أولى إذا بالكهرب، إذا ما أكو كهرب نعملها بالفرن بعدين نجيبها على كهرب المولدة هم يطلع كثير حلوة. أول شيء نجيب الطحين والزبدة والدهن نخلطهم سوا، ومثلا خمرة وهاي الشغلات نخليها بالعجانة نعجن، نخليه بالعجانة ونعجن ونكمله يرتاح 10 دقائق وبعدين نبدي يعني
نحضر كليتشة. يعني العجينة مال الكليتشة مو مثل العجينة لا تختلف، نخلي لها زبدة، نخلي لها دهن، اكو يطلبون دهن حور، اكو يطلبون زيت حسب يعني يطلبونها، ونعمل لهم يعني حسب الطلب. شنو انواع الكليتشة اللي عندكم؟ كل شيء عندنا، يعني جوز، لوز، حبة خضراء عندنا، جوز الهند عندنا، يعني وفستق عندنا، وتمر، اكثر شيء تمر هم وجوز. هذا يعني اكثر شيء يعني نعمله. يعني الواحد اذا ما كان سوى كليتشة برمضان كاني ما جاهم عيد يعني. هكذا احنا يعني عامة هكذا يعني. ومن هذا التقرير الحلو لضيفنا لليوم، لا شك أن أساس الروح الحلوة والشخصية اللطيفة هي الابتسامة الجميلة، هذه الابتسامة اللي تعد أسلوب مميز لمعايدة الناس وتقديم لهم التهاني في العيد، ولا يمكن أنه يكتمل سحر الابتسامة الجذابة دون الاهتمام بالأسنان ورعايتها وتنظيفها أو حتى تبييضها. ولمعرفة أهم الإجراءات للاهتمام بالأسنان والابتسامة قبل العيد استضفنا ويانا بالاستوديو طبيب الأسنان أحمد أبو الفول، راح يحدثنا عن هذا الموضوع أكثر. يسعد صباحك وأهلا بك بصباحنا. صباح النور، اهلا وسهلا. يا اهلا بك. بالبدايه احمد، شنو هي الاجراءات اللي لازم احنا نسويها قبل العيد على مود نحصل على ابتسامه حلوه؟ طبعا في كثير شغلات الحين دارجه، احنا بنقدر نشوفها، انه في مستحضرات تبييض الاسنان المنزليه، او انا شفت كمان شغلات يعني اشياء غريبه قاعده تطلع اونلاين وترندات، البن اللي يسوي تبييض الاسنان بالمنزل. طبعا هاي الشغلات كلها فيها كيماويات، وهاي الكيماويات اذا كانت تستخدم بدون رقابه او بدون استشاره الطبيب، فهي حتما ممكن يكون لها سايد افكتس او ادفرس افكتس ما تكون لمصلحه صحه الاسنان او صحه المريض. فاحنا دائما بننصح انه يكون في متابعه او استشاره مع طبيب الاسنان، نعرف شو وضع الاسنان اول، لانه الاجراء العنايه بالابتسامه اللي فيها تركيبات او اللي فيها حشوات راح تكون غير عن الاسنان اللي ما فيها اي شيء. صحيح. فيفضل انه يكون في زياره للعياده، الشخص يعرف شو وضع اسنانه ويعرف شو الحل المناسب لانه تكون الابتسامه اجمل بالنسبه للعيد. طيب دكتور، شنو هي الاجراءات اللي لازم نمتنع عنها او لازم ما نسويها عند الدكتور الاسنان قبل العيد؟ تعرف لانه هسه احنا ما ظل يعني تقريبا يومين يوم وخلاص نصير بالعيد، فشنو هي الاجراءات اللي ما لازم نسويها احنا عند دكتور الاسنان؟ ان شاء الله كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير. طبعا الاجراءات، في بعض الاجراءات تكون اجراءات طويله، فالواحد يعني يحاول يخفف من اجراءات ممكن تكون مؤلمه، ممكن تكون طويله، يعني مثلا تركيبات او ما شابه. اللي خلاص اللي لحق لحق، اللي ما لحق بعد العيد ان شاء الله وكل عام وانتم بخير. بالنسبه للاجراءات اللي احنا نحبز انه احنا تكون خلال الاسبوع اللي قبل العيد، وهذه تكون زحمه العيادات، فهي احنا بننصح المرضى انهم يسووا تنظيف بروفيشنال للاسنان وتبييض، سواء التبييض المنزلي واللي هو عاده بياخذ اسبوع، وتكون المادة الفعالة اللي فيه نفس المادة الفعالة اللي بالعيادة لكن بدوز أقل، يعني الكونسنتريشن تبعها بيكون أقل جدا، فهذه ما بيكون لها تأثير كثير. ولازم عشان تعطي مفعول لازم مدة زمنية معينة تكون تقريبا أسبوع، أو ممكن يكون التبييض اللي بالعيادة اللي يكون الكونسنتريشن تبعه عالي ويكون خلال ساعة إلى ساعة، يعني ساعة إلى ربع إلى ساعة، والمريض يحصل على نتيجة. التبييض هل من الممكن أنه يؤذي الأسنان إلى مرحلة ما؟ لأن معظم الأشخاص من ممكن تأذيهم أسنانهم أو حتى تلمع عليهم أسنانهم في حال أنه بيضوا أسنانهم برفيق المنزل، فهل من الممكن أنه تأثر على صحة المينا يمكن؟ طبعا الحين المادة الفعالة بأي مادة تبييض فهي البيروكسايد، وهي نوعين، يا أما هيدروجين بيروكسايد أو كربامايد بيروكسايد، يعتمد نفس ما خبرتك على نسبة الكونسنتريشن تبع هاي المادة في
الشيء اللي المريض بيحطه على اسنانه بدون رقابه. أوكي. فهذا الشيء هو لما يكون الكونسنتريشن عالي ويكون المنتج غير جيد او غير ما يعني بيكون للاسف غير مصرح في اعلانات مضلله بالنسبه لبعض المنتجات. فلما هذا الشيء يكون موجود والمريض يستخدمه بدون علم انه فعلا شو الكونسنتريشن تبع الماده في هاي المنتج ويستخدمها بطريقه خطا او لمده اطول ففعلا بيكون في لها افكت على مينة الاسنان، بتسبب حساسيه، ممكن تسبب تسوسات، ممكن تسبب التهابات او تقرحات في اللثه وفي اللسان. ذكر الدكتور انه التبييض في المنزل ياخذ اسبوع. بعض المنتجات او بعض الاعلانات اللي نشوفها ممكن يقول لك انه انت تحصل على تبييض فوري، هل هذا الشيء اصلا حقيقي؟ مستحيل. مستحيل. مستحيل، لانه يعني اعلى كونسنتريشن امن اللي هو اللي موجود بالعياده وتقريبا نسبه الكربامايد الهيدروجين بيروكسيد فيه تتراوح ما بين 26% إلى 31%، وفي كذا براند يعني معروف عالميا هاي المنتجات وهاي الكونسنتريشنز هي امنه. وبهذا الكونسنتريشن احنا ناخذ ساعه لما ناخذ ال يعني الـ اذا سويناها بالعياده ساعه، اذا سويناها بالبيت اسبوع. اسبوع نعم. فالواحد يختصر ويروح للعياده ويجهز نفسه من هسه للعيد. بالضبط. دكتور احمد شكرا لوجودك ويانا بصباح الشرقيه، نتمنى لك يا ربي عيد مبارك يكون عليك وعلى اهلك، وان شاء الله مشاهدينكم استفادوا من هذه المعلومات. الله يخليكي. شكرا جزيلا وكل عام وانتم بخير وشكرا على الاستضافه. وانت بالف خير. من هذه المواضيع بما انه احنا لمتنا ما تحلى الا بوجود تجمعات الاهل والاحباب، وهذا الشيء ما يخلى من المسلسلات والبرامج الرمضانيه المشوقه على قناه الشرقيه. خلونا ننتقل وإياكم إلى عالم الفن والأعمال الرمضانية اللي هي من الإنتاج الحصري لمنصة ألف وواحد، واللي حالياً متاحة مجاناً لمشاهدة كافة هذه البرامج على المنصة قبل عرضها بالشرقية أو قناة الشرقية ب 24 ساعة. فحاولوا أنه إذا لحد الآن ما نزلتوا التطبيق تنزلون التطبيق وتلاحقون، لأنه راح يتم عرض برامجنا في العيد وخلال فترة العيد وما بعدها. فتابعوا منصة ألف واحد وخلينا نشوف برامجنا. للاشتراك في ألف واحد والوصول إلى المحتوى المميز اتبع الخطوات التالية: اضغط على اشترك، تجد هذا الخيار بارزا على الصفحة الرئيسية، ادخل رقم جوالك لإنشاء الحساب، ادخل رمز التحقق الذي سيصلك عبر رسالة، اختر نوع الاشتراك سنوي، شهري أو عن طريق الكوبون، واضغط على خيار اشترك. استلم رسالتنا التي تؤكد نجاح اشتراكك. تهانينا، أنت الآن فرد من عائلة ألف واحد. نرجع أذكركم مشاهدينا بسؤال حلقتنا التفاعلي اللي هو ذكرياتك مع فرحة ملابس العيد أيام الطفولة. وصلتنا بعض التعليقات من علاء. علاء كاتب: أمي تكويهم إلي وترتبهم وأني أقعد الصبح أبدل وأروح البيت جدي على مود أخذ العيديات. صفا كاتبة: كنت أحضرهم قبل أيام وقبل ما أنام على الشرباية أحضر كل الملاعب وكل الأشياء اللي لازم أخذها وياي بيت جدي، لأنه راح أظل هناك وأخذ العيديات وأظل متونس طول الوقت. زياد كاتب: جدا أول الملابس يمي وأغطيهم وأأمن كل شوية أقعد أشوف إذا هذه الملابس موجودة ولا بعدها بسبب فرحة العيد. علاء كاتب أيضا: دائما أنا أحاول أنه من كنت صغير أحاول أنه أخلي الملابس وأظل قاعد طول الليل لحد ما يصير الصبح وأسمع صلاة العيد وألبس الملابس وأظل متحضر لأجواء العيد. من هذه المواضيع مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. انتظرونا باكر بنفس التوقيت، نتمنى لكم يوم حلو مليء بالطاقة الإيجابية وإفطار شهي يا رب. دمتم بخير وسلام، انتظرونا باكر بنفس التوقيت.